نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار. والبداية بالعناوين. ليون يؤكد أن المباحثات في جنيف تحرز تقدما، ووفد مجلس النواب يعرب عن تفاؤله، ووفد المؤتمر يتوقع توافقا في قريب إذا استمرت المباحثات بروح بناءة. مقتل أربعة عناصر وإصابة اثنين من قوات الكرامة في اشتباك مع مسلحين غرب درنة، والجبة تحقق في بلاغات حول الاشتباه بإصابة مواطنين بالحمى الماليطية. رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الأغويل ونظيره تركي أحمد داوود يتفقان على تفعيل التأشيرة الإلكترونية لدخول الليبيين إلى تركيا. أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردين موليون أن المباحثات في جنيف تحرز تقدما، مؤكدا أنها بعد اللقاءات التي حصلت يومي الأربعاء والخميس باتت في وضع أفضل. وفي مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة بجنيف، أوضح ليون أن المباحثات تتميز كذلك بتعقيد بالغ وما زال هناك الكثير من العمل، معتبرا أنه جرى توضيح كل النقاط المتعلقة بملاحظات المؤتمر على وثيقة صخيرات. وأشار إلى أن مشاركة المؤتمر مستمرة وكل الأطراف جاهزة لمواصلة المباحثات، معربا عن الأمل في التمكن من التوصل إلى اتفاق وتوقيع قبل 20 سبتمبر الجاري. هذا وأوضح رئيس فريق المؤتمر الوطني للحوار عوض عبد الصادق أن الفريق استعرض مع بعثة الأمم المتحدة كل تعديلات المؤتمر المتكونة من 9 نقاط، مؤكدا أن النقاش تم بكل صراحة وأريحية. وفي تصريحات صحفية بجنيف، اعتبر عبد الصادق أن تحفظات المؤتمر كانت محل نقاش بناء، وذلك من أجل تضمينها في المسودة، مشيرا إلى أن الفريق متفائل جدا لإيجاد صيغ توافقية خلال الفترة القريبة القادمة. لا شك أن في بعض النقاط العالقة التي تحتاج منا إلى بذل مزيد من الجهد والنقاش، ولكن إذا سرنا على نفس الروح البناءة اللي عملنا بها اليوم ولمسناها اليوم من البعثة، فأعتقد بأن بإمكاننا إنجاز ما تبقى في القريب العاجل. عرب رئيس وفد مجلس النواب إلى مباحثات جنيف محمد الشعيب عن التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة في البلاد، مؤكدا أن هناك تقدما رغم بعض المشكلات. We have to understand that we now in the final square, final kilometer. So maybe there are some problems, but I think we are go ahead, and I am optimistic. I think there is a chance. I think there is a chance. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف الصحفي فايز السويري. فايز، هل وضعتنا في صورة آخر التطورات اليوم في المباحثات في جنيف؟ نعم، هو طبعا اليوم لا يوجد شيء، اليوم خلاص يعني انتهت المفاوضات امس مساء او ليلا، وانصرفت الوفود راجعه للتجهيز الى الجوله القادمه في يوم 9 في الصيرات، على امل ان تكون يعني بعد المفاوضات التي شهدتها جنيف، على امل ان تكون الجوله القادمه هي الجوله النهائيه والحاسمه والتي يعني يبدا فيها العمل بشكل فعلي في ترشيح اسماء واختيار مندوبين ورئيس الحكومه والمجلس الرئاسي وغير ذلك. بمفاوضات جنيف يعني هناك عقبات تخطوها نحو الهدف الاخر، وهو تشكيل الحكومه، حكومه التوافق الوطني. في هذا السياق فايز، وحسب التصريحات الصادره امس، هناك تفاؤل عبرت عنه مختلف الأطراف، فما هي الأجواء اليوم وهل ما يزال التفاؤل سائد؟ كما قلت، هو اليوم انصرفت كل النفوذ، لا يوجد أحد. الأجواء يعني أغلبها يعني متفائلة، تأمل أن يكون التوافق قريبا، تأمل يعني طبعا لا شك أنه لازال أو ما زال هناك جولة يعني
ساخنة وهي جولة اختيار رئيس الحكومة ومن ونائبيه، فبالتأكيد ستكون الجولة ليست سهلة، وكل الأطراف ستقدم أسماءها. بالنسبة للنائبين ستكون من اختصاص المؤتمر ومجلس النواب، هما فقط من يقدمان أسماء مرشحي نائبي رئيس الوزراء. وبالنسبة لرئيس الوزراء سيشارك في تقديم المرشحين كل أطراف الحوار بما فيها مثل المستقلون والأحزاب والمقاطعون والبلديات وغير ذلك. نعم، وهل تم تحديد حتى الآن أي موعد لختام المباحثات، وهل ينتظر استئنافها في جولة قادمة؟ طبعا بالتأكيد، الجولة القادمة ستكون في الصخيرات يوم الأربعاء القادم 9 سبتمبر الحالي. وبالنسبة للأسماء إلى الآن يعني على الأقل ربما مجلس النواب طرح بعض الأسماء ولكن ليس بشكل نهائي، ولكن باقي الأطراف لم تطرح أسماء حتى الآن، وكل ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي كلها يعني شائعات وليست حقيقية. كل ما ذكر من أسماء هي يعني ليست حقيقية، وحتى الأسماء التي رشحها مجلس النواب لم تطرح إلى حتى الآن بشكل رسمي، وإنما يعني هي تداولات فقط، لأن الجلسة المحددة لطرح الأسماء ستكون في الصخيرات ولم تتناول جنيف هذا يعني موضوع طرح الأسماء. تناولت نعم مسألة الحكومة وكيفية وآليتها وآلية اختيارها وغير ذلك، ولكنها لم تتناول طرح الأسماء بعد. إذا من جنيف الصحفي فايز السويري نشكرك على كل هذه التفاصيل، ونبقى مع نفس الموضوع حيث ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف من جنيف مستشار فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام أشرف الشح. سيد الشح، ما هي أبرز النتائج التي جرى التوصل إليها حتى الآن من جولة الحوار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا لست في جنيف اليوم، فريق الحوار غادر صباح هذا اليوم جنيف عائدا إلى طرابلس، وهو يحمل معه 7 صياغات جديدة للملاحظات 9 التي قدمها المؤتمر التي تم مناقشتها يوم الأمس طيلة 5 ساعات صعبة جدا. استطاع فريق المؤتمر أن يدخل في تفاصيل التفاصيل، وقد تمت مناقشة حتى النقطتين المتبقيتين والخروج برؤى، ولكن تم الاتفاق على تأجيلها إلى حينها لمناقشة خلال الجولة القادمة بإذن الله يوم الأربعاء في الصخيرات. طيب، وإلى أي مدى جرت الاستجابة لتحفظات المؤتمر الوطني والمتعلقة بالمسودة الأولى؟ الحقيقة ما قدمته البعثة كان فيه خطوة إيجابية، ولكن نقاش وفد فريق الحوار بالأمس كان عامل أساسي في تغيير بعض الصياغات وتعديلها والوصول إلى نقاط التقاء مبدئية. طبعا القرار قرار المؤتمر الوطني العام الذي عاد إليه الفريق اليوم لكي يطلعه على نتائج هذه الجولة، ولكن من حيث المبدأ نستطيع القول بأن هناك خطوة إيجابية مهمة قد تمت بالأمس، وأعتقد أن هذا سيرجع للمؤتمر القدرة على إعداد استراتيجية الجولة القادمة في الصخيرات الأربعية. طيب، بحديثك عن الجولة القادمة سيد أشرف، هل يمكن للأطراف فعلا التوصل إلى اتفاق قبل 20 سبتمبر الجاري كما يحاول ليون، وهل يبدو ذلك واقعيا؟ هو الحقيقة من حيث المبدأ هدف 20 سبتمبر أو حتى قبل 20 سبتمبر ليس هدف ليون فحسب، فهو هدف كل الليبيين الذين يريدون إخراج الوطن من هذه المأساة وهذا المأزق. بالتالي عامل الوقت عامل مهم جدا أمام كل السياسيين لكي ينقذوا ما يمكن إنقاذه. العامل الواقعي اليوم بعد ما تم بالأمس أعتقد أنه لو حسنت النوايا من كافة الأطراف فإنه بالإمكان الاتفاق على حكومة وفاق والاتفاق على ما تبقى من النقاط بشكل إيجابي شكل يضمن الاستقرار في المرحلة. إذن مستشار فريق الحوار بالمؤتمر الوطني العام أشرف الشح، نشكرك على هذه المداخلة، ونستقبل عبر الهاتف أيضا من باريس للتعليق على نفس الموضوع الباحث في شأن ليبيا حسين جيدل. سيد جيدل، كيف تابعت أصداء الحوار في جنيف، خاصة ما تبعها أمس وأول أمس من تفاؤل أو ما تبعها من تفاؤل عبرت عنه مختلف الأطراف؟ أهلا وسهلا، تحياتي لجميع المستمعين وخاصة الإخوة في ليبيا.
إذن نحن تابعنا باهتمام محادثة جنيف، ووصلتنا بعض التسريبات التي تصب كلها في محور وخانة التفاؤل. وأظن أن أهم العقبات التي كانت تمنع انضمام المؤتمر الوطني للحوار والذهاب بسرعة ممكنة للوصول إلى حكم التوافق قد تم تجاوزها، ولكن ننتظر الآن أن يتم هذا في صخيرات، وأن يكتب هذا على الحبر، بالحبر على الورق، وأن يكون أمام جميع الليبيين، أمامهم ما توصل إليه. نظن أن حسب التسريبات والمعلومات التي وصلتنا، وصلنا إلى نقطة لا رجوع. معنى ذلك أن المؤتمر الوطني الآن دخل في بداية تشكيل حكومة التوافق، ولن نكون ربما إن شاء الله في المرة القادمة مثل المرات السابقة، أي نعود إلى نقطة الصفر ونحاول ودعما ونطالبا. ودعما لهذا لما قلته سيد جيدل، ليون أوضح أنه جرى تقريبا توضيح أغلب النقاط مع المؤتمر. كيف ترى إذن هذا التطور، وكيف ستكون تداعياته في رأيك؟ أظن أن المؤتمر الوطني هو حصل شيئان يعني أساسيان. الشيء الأول أن المؤتمر الوطني اتخذ مسؤولياته وكاملة، وتقدم أكبر ممكن قدر من التنازلات ليصل إلى التوافق. والشيء الثاني أن أهم نقطة التي كانت تعيق التوصل إلى اتفاق حقيقي قد تم تلبيتها للمؤتمر. وأظن أن هذه النقطة هي نقطة الاعتراف بالمؤتمر الوطني كفاعل أساسي، وبالتالي الاستجابة لبقية المطالب التي تترتب عن هذا. وبالتالي أظن ما هي أننا النتائج التي يمكن فعلا أن ينتظرها الليبيون من هذه الجولة ختاما وبسرعة، من فضلك سيد جيدل؟ نعم، أنا أظن أن حتى الأسماء التي تم تداولها، الحكومة حكومة الوفاق الوطني في المرة القادمة في اللقاء القادم في صخيرات نعم سيتم مناقشة نقطتين أساسيتين. أولا المرشحين، قائمة المرشحين لتولي حكومة الوفاق الوطني، ثم بعد ذلك واضح الترتيبات الأمنية، وبالتالي نظن يمكن اليوم أن نتفائل، ولكن نبقى حذرين نوعا إذن ما. الباحث في الشأن الليبي حسين جيدل، نعم وصلت الفكرة، ونشكرك على هذه المداخلة. أكد مصدر إعلامي بدرنا مقتل 4 عناصر وإصابة 2 من قوات عملية كرامة في اشتباك مع مسلحين بالقرب من منطقة رأس الهلال غرب مدينة درنا. وأضاف المصدر أن مجهولين استهدفوا فجر اليوم السبت سيارة المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات المختارة التابعة لعملية الكرامة عبد الكريم صبرا بعبوة ناسفة محلية الصنع أثناء وجوده بمنطقة القبة. وأسفر الانفجار عن أضرار مادية دون وقوع خسائر في الأرواح. شكل مجلس بلدية القبة لجنة للتقصي والتحقيق بالبلاغات الواردة لمكتب الصحة الحيوانية من مستشفى القبة القروي حول الاشتباه بإصابة مواطنين بالحمى الماليطية. وجاء قرار تشكيل اللجنة بعد اجتماع ضم المجلس البلدي ومكتبي الصحة الحيوانية وصحة المجتمع بالمنطقة. وقال سليمان عطية مدير مكتب الصحة الحيوانية بالقبة إن البلاغات الواردة للمكتب لا تزال في طور الاشتباه، منوها إلى أنه سيتم إجراء التحاليل والفحوصات الطبية للتأكيد. يشار إلى أن الحمى الماليطية تنتج من أنواع مختلفة من بكتيريا البروزيلا، وهي تنتقل للإنسان بواسطة الحليب غير المبستر أو الذي لم يتعرض للغلي بصورة جيدة من الحيوانات المصابة بالمرض. نفى مسؤول الجناح الأعلامي بمجلس شورى ثوار بنغازي محمد عبد الرحمن سيطرة قوات حفتر على مستشفى الهواري في المدينة. وأكد عبد الرحمن قيام الطيران العمودي بطلعات استطلاع دون رماية فيما استهدف الطيران الحربي التابع لقوات حفتر منطقة جنفودة. يشار إلى أن منطقة الهواري ببنغازي كانت قد شهدت أمس اشتباكات عنيفة وقصف طائرات تابعة لحفتر مستشفى الهواري والمنطقة المحيطة بواسطة قنابل عنقودية تستخدم لأول مرة.
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها الجمعة إن ذخائر عنقودية ألقيت على منطقتين في ليبيا في مطلع 2015 دون أن يتسنى تحديد المسؤول بشكل دقيق. وأوضحت المنظمة في تقريرها الخاص بمراقبة الذخائر العنقودية لعام 2015 أن هذا النوع من الذخائر استخدم في ليبيا ما تسبب في إلحاق أضرار غير مقبولة بالمدنيين، مشيرة إلى أن ليبيا لم تنضم إلى الحظر المفروض على هذا النوع من الأسلحة. وأشار التقرير إلى أن الذخائر العنقودية استخدمت في 7 دول منذ 2010 وفي 5 دول في 2015 من بينها ليبيا. وقال المحلل العسكري والسياسي عادل عبد الكافي في برنامج خبر وبعاد إن القنابل العنقودية غير محددة الأهداف، موضحا أن الغرض من استخدامها هو السيطرة على أكبر مساحة جغرافية. نستغرب وأدين صمت المجتمع الدولي على ارتكاب جرائم حرب، هذه تعتبر جريمة حرب بامتياز ضد ما يقوم به خليفة حفتر. من جهته رأى الأمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا عبد المنعم الحر أن استخدام مثل هذه القنابل هو جريمة حرب يجب التحقيق فيها، مضيفا أنه قد تم رصد استخدام أسلحة محرمة من قبل السلاح الجوي التابع لعملية كرامة. يستخدم هذه القنابل هو في أحياء مقتضة بها السكان أو في مستشفيات أو جامعات أو كل الأهداف التي لا تعتبر عسكرية، هو مجرم حرب، هذا لا يختلف عليه اثنان يعني لهم علاقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. أكد المتحدث باسم غرفة عمليات رئاسة الأركان باري مجدي بوهنا تعرض المواطنين على الطرق الرئيسية لعمليات قتل وخطف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون ضمن عمليات تصفية عرقية وتعرضهم للسطو والسلب. وقال بوهنا لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الغرفة رصدت طيلة يوم الجمعة تحركات مشبوهة للمجموعات الخارجة عن القانون في مناطق تمركزاتها مما استدعى الغرفة لرفع درجة استعداداتها. وأضاف أن مستشفى أوباري تعرض أكثر من مرة للقصف وهو ما أدى لنزوح طواقمه الطبية المؤهلة، فيما ما زال يعاني من شح المواد الطبية ويخضع الآن للسيطرة التامة لغرفة العمليات. أفاد رئيس اللجنة الأمنية في سرت إسماعيل عبد العال بأن المدينة تشهد اختفاء للمظاهر المسلحة لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن باقي تمركزاتهم في ضواحي المدينة. وأضاف عبد العال قناة ليبيا لكل الأحرار أن أسباب هذا التحرك لا تزال مجهولة، مؤكدا استمرار حملة المداهمات التي يقوم بها التنظيم في عدد من أحياء المدينة خاصة في حي الشعبية الجديدة والسكنية الثانية. وأشار عبد العال إلى أن المدينة تشهد في ظل سيطرة التنظيم شحا في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها لا سيما الخبز فضلا عن نقص السيولة المالية في المصارف، وهو ما دفع المواطنين للتوجه إلى مصارف مدينة مصراتة لقضاء حاجتهم. اتفق رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الأغويل ونظيره التركي أحمد داود أوغلو على تفعيل تأشيرة الإلكترونية لدخول المواطنين الليبيين إلى تركيا بعد قرار الأخيرة إخضاع الليبيين لتأشيرة دخول لأراضيها. كما تطرق رئيس الحكومتين خلال لقاء جمعهما في العاصمة التركية أنقرة الجمعة لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة الوضع الاقتصادي لا سيما فيما يتعلق بعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا. الثالثة متواصلة فيها بعد الفاصل. الإهمال وعدم الدعم يهددان قاعات السينما في طرابلس بالاندثار بعد معاناتها منذ انقلاب القذافي عام 1969. ليون يؤكد أن المباحثات في جنيف تحرز تقدما ووفد مجلس النواب يعرب عن تفاؤله، ووفد المؤتمر يتوقع توافقا في قريب إذا استمرت المباحثات بروح بناءة.
مقتل 4 عناصر وإصابة 2 من قوات كرامة في اشتباك مع مسلحين غرب درنا والقبة، تحقق في بلاغات حول الاشتباه بإصابة مواطنين بالحبة المالطية. قال أو رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة لغويل ونظيره التركي أحمد داوود يتفقان على تفعيل التأشيرة الإلكترونية لدخول الليبيين إلى تركيا. قال مسؤولون بالأمم المتحدة إن الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر والرئيس الحالي للبعثة الأممية في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو أبرز مرشح لتولي رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي رفيع بمجلس الأمن قوله إن لدى أعضاء المجلس انطباعا جيدا عن كوبلر، فيما وصفه دبلوماسي غربي آخر بأنه مرشح قوي ويتمتع بجملة من المزايا المطلوبة للمهمة. وحسب الوكالة فإن بان كي مون لم يتخذ بعد قرارا بهذا الشأن، كما لم يتضح متى سيغادر ليون منصبه، إلا أنه يتوقع أن يتنحى قريبا، وقد يكون له طموح سياسي في بلده إسبانيا حسب الوكالة. أطلق مركز عيون المدينة القديمة بمدينة غدامس بالتعاون مع فوج كشاف المدينة حملة لإزالة الكتابة والرسومات الموجودة على جدران المدينة القديمة. وقال صحفي بمدينة غدامس عبد الله موسى لقناة ليبيا لكل الأحرار إنه لوحظ في الفترة الأخيرة تزايد ظاهرة الكتابة والرسم على جدران المدينة القديمة، وهو ما جعل مؤسسات المجتمع المدني تدعو إلى ضرورة إقامة حملات تنظيف مصحوبة بحملات للتوعية بضرورة الاهتمام بالمدينة القديمة. وأشار موسى إلى أن الأسبوع القادم سيشهد انطلاق حملة أخرى يشارك فيها الأهالي وبعض المنظمات التطوعية لتنظيف أزقة المدينة القديمة حسب قوله. عاشت طرابلس فترة العشرينات من القرن الماضي ازدهارا وانتشارا لدور العرض في المدينة التي اختفت اليوم بشكل شبه كامل بسبب ما تعرضت من إهمال لعقود متتالية. التقرير الآتي يبرز ما وصلت إليه دور عرض السينما في طرابلس. هذا ما تبقى من دور عرض السينما في مدينة طرابلس التي كانت تسخر بها المدينة. هنا وسط المدينة تحتل ملصقات الأفلام القديمة والإعلانات التي تحذر من احتمال انقطاع الكهرباء جدران الغرفة الصغيرة المؤدية إلى صالة السينما التي لا تزال وحدها تضيء شاشاتها أمام سكان المدينة من الرجال وإن بشكل متقطع بعدما أغلقت كل الصالات الباقية أبوابها أمام محبي السينما الواحدة تلو الأخرى قبل سنوات قليلة من ثورة عام 2011. نحكي على طرابلس، احنا يعني طرابلس واحدة من حاضرة للبلد وحاضرة لليبيا، فما حصل يعني شوف في ما حصل هي نكسة كانت موجودة لكن لا تعني ان ألغت الروح الشيء الجواني اللي موجود في الجينات بتاعك انت، حب الحياة واحترام الحياة واحترام الفن. يعود تاريخ السينما إلى حقبة الاحتلال الإيطالي في عشرينات القرن الماضي حين بدأت دور العرض تفتح أبوابها أمام سكان المدينة من النساء والرجال والعائلات ليقتحم الفن السابع حياة الليبيين ويعيش فترته الذهبية التي امتدت حتى سبعينيات القرن الماضي. واحتضنت عروس البحر المتوسط فترة ازدهارها نحو 20 صالة سينما تشكل معا جزءا مهما من الذاكرة الجماعية لسكان هذه المدينة. ومع انقلاب القذافي عام 1969 وبعد سنوات قليلة من هذا التحول بدأ الإهمال يطال صالات السينما التي توقفت عن عرض الأفلام الجديدة واكتفت بالأفلام الهندية وأفلام الفنون القتالية وبينها الكاراتيه والكونفو. فهل عودة دور عرض السينما في ليبيا مرهون بعودة الاستقرار إليها أم أن انقطاعها لأجيال أثر سلبا في استعادة هذه الثقافة؟ إلى التذكير بأهم العناوين. ليون يؤكد أن المباحثات في جنيف تحرز تقدما ووفد مجلس النواب يعرب عن تفاؤله ووفد المؤتمر يتوقع توافقا في القريب إذا استمرت المباحثات بروح بناءة. مقتل 4 عناصر وإصابة 2 من قوات كرامة في اشتباك مع مسلحين غرب درنا والقبة تحقق في بلاغاتنا حول الاشتباه بإصابة مواطنين بالحمى المالطية.
رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل ونظير التركي أحمد داوود يتفقان على تفعيل التأشيرة الإلكترونية لدخول الليبيين إلى تركيا. ختام النشرة في أمان الله.